افتتح النتيجة عن طريق اللاعب يوسف أومارو، كان ذلك في الدقيقة 11. يوسف أومارو يسجل الهدف الأول للاتحاد المنستيري. ثم الهدف الثاني كان في الدقيقة 38، نادر الغندري ضد مرماه. مع الأسف نادر الغندري لاعب كبير ولكن ممكن يخطئ. نادر الغندري تقريبا شوط يعني قام بأخطاء كبيرة باعتبار هدف ضد مرماه، لم يسجل ضربة جزاء، أثر بصفة مباشرة في هذا الشوط الأول. ثم سنشاهد هدف تسجيل هدف الثالث للاتحاد المنستيري عن طريق محمد أمين بوزيان، شاهدوا جيدا تقريبا بمفرده من دفاع الاتحاد المنستيري إلى هجوم الاتحاد المنستيري، يسجل هدف الثالث بامتياز كبير جدا هذا الشاب محمد أمين بوزيان. ثم النادي الإفريقي سيتمكن من تسجيل الفارق، أيضا هدف رائع الحقيقة عن طريق لاعب حمدي العبيدي، 1-2 ممتازة مع وسام يحيى، وهدف النادي الإفريقي كان مع نهاية الشوط.